Protons are released from rest in a Van de Graaff accelerator system. The protons initially are located where the electric potential has a value of 5 megavolt, and then they travel through a vacuum to region where the potential is zero. يعني كل potential هنخسره. بيقول find the final speed of these protons. طاقة الوضع اللي راحت احنا عندنا الدلتا U هتساوي الدلتا V في الكيو. الدلتا V صفر ماينس 5 × 10^6، خسرنا كل ده في الشحنة اللي هي شحنة بروتون أو إلكترون، يعني ماينس 5 × 10^6 1.6 × 10^19. دي طاقة الوضع اللي فقدناها. إذن الدلتا يو بلس الدلتا كي هتساوي صفر. إذن الدلتا كي هتساوي نفس الكلام ده، طبعا ده كان سالب، ده هيبقى موجب، مفيش طاقة حركة بالسالب. 1 × 6 = 10 − 27. إذن ال V هضرب ده في 2 وأقسم على ضربته في ماينس 12 هضربها على السالب. 10 − 27 وآخد الجذر التربيعي 3 × 30 = 31. يلا بوين 9 × 5 × 10^6. في البارت بي بي بيقول find the accelerating electric field strength. عايز الـ E if the potential changed uniformly over a distance of 2 meter. احنا عارفين ان الدلتا V بتساوي الـ E في الدلتا X بس بالماينس. طيب الدلتا V ماينس 5 × 10^6 الإي مجهولة والدلتا إكس 2، إذن الإي السالب يروح مع السالب، سالب 5 × 10^6 على 2، يعني 2.5 × 10^6 نيوتن بيركولوم.